حتى ونورتونا في مشاكل الاخوه اللي في مركز الزمالك والاخوه في الزمالك. انا استاذ احمد ابو الحشيش قناه ربنا على سبحانه، نورنا النهارده وشرفنا. جه صور عندنا النهارده عشان بناء على طلب حضراتكم وموجود اماكنها فين بيعها. احنا فضلنا يا جماعه ان انتوا تجيبوا الارض الواقع مع الباشمهندس رامي ملك النباتات الاستوائيه واول من ادخلها في مصر. ان شاء الله هناخد رحله معاه النهارده كده ونشتري لنا المحتوى اللي عنده ايه اللي يصلح للزراعه الاصفر بتاعنا. نورونا متابعينك ومشاهدينك، واي حد من طرف قناتك برضه ليه خصم وليه اوفر عشان قناه ارضنا على سطحنا. فانتوا يا جماعه يعني اللي هيجي ينور الباشمهندس هنا له ديسكاونت محترم. اتفضلوا معانا كده نشوف. اتفضلوا معانا المشتل. اول حاجه هنخش المشتل هنتكلم عن فاكهه جديده في مصر، فاكهه البيبينو او اقراص الشمام. طبعا اكيد حضراتكم المتابعين بتوع القناه عند الاستاذ احمد. احنا كنا صورنا يا جماعه حلقه سابقه كان فيها البيبينو وزراعه الاسطح. كنت واخد الشتل من الباشمهندس رامي وقال لي هيطرح بعد 3 شهور من الزراعه، كنت واخده منه في نص 9 وزرعته. وبقول له يا باشمهندس البيبينو عندي هيظهر، قال لي في 11، ده انت عندك زهر يبقى عندك ثمر. اسمعوا منه كده يا جماعه عشان انتوا ما تصدقوش ان الحاجه دي بتنتج بسرعه والناس كانوا مستغربين. فشوفوا ممكن نقرب كده بالكاميرا محمد. حضرتك شكله البيبينو بتستلمها صغيره زي دي، دي تطرح بعد او تظهر تحديدا بعد شهرين من الزراعه في العمر ده. يعني مش مهندس انا شايف شتله صغيره كده منوره كده، بص في شتلات مظهره دلوقتي، ده في قصريه يا جماعه صغيره خالص، مقاس صغير. شوفوا في برضو حابين ننوه لحاجه اللي الزهره الموف خلاف الزهره البيضاء، ده طعم. ايه الفرق بقى يا باشمهندس؟ ده صنف وده صنف. السكريات هو كله مقبول، بس انا الصنف اللي عندي اللي هو زهرته موف. يعني الافضل في الزراعه ان احنا نزرع اللي هو زهرته بتجيب زهره موف. تمام. بيسمى المشبح الجزائري. مشبح جزائري. تمام. ده نوع من الانواع اللي ينفع زراعته في الاسطح. يزرعه في جميع الاراضي والاسطح، بس ما يتحملش ملوحه اكتر من 1200 بي بي ام. ناخد بالنا يا جماعه من التركيزات بتاع الاملاح دي للناس اللي سالت برضك على نسبه الملوحه في الارض والصالحه لزراعه النبات ده. يعني ده اول نبات ينفع نزرعه على سطحنا في بيتنا وناكل منه في فتره قصيره جدا. تعالوا نكمل على الفضل اللي بعده. اتفضل. دي شتلات سبوتا وايت او اللي بيقولوا عليها الاسم العلمي كازميرو. الشتلات دي بتطرح بعد سنتين من الزراعه. في هنا بعض مناطق في الدلتا بيسموها قشطه، لكن دي لا تمت للقشطه بصله. هي اسمها سبوتا كازميرو او سبوتا بيضاء. موجود هنا جمال سبوتا دي تنفع للسطح يا باشمهندس ولا عايزه ارض؟ لا دي عايزه ارض. دي عايزه ارض. دي يا جماعه اللي عايز يزرع في حديقه بيته قدام بيته وعنده حته جنينه ينفع ليها نبات وطعمه وحش ولا مسكر ولا ايه يا باشمهندس؟ يعني طعم جدا قريب من طعم ايه اللي احنا عارفينه؟ يعني انا ممكن ما اقدرش اشبهه بفاكهه، بس هو قريب للكراميلا اللي بنشتريها. طبعا يا جماعه احنا بنتكلم عن فواكه استوائيه، طبعا هي لسه حتى طعمها بالنسبه لنا جديد. طعمها بالنسبه لنا في طعمها جديد، والراجل ده ادخلها وتعب وجابها من دول بره ثانيه عشان يدخلها مصر. ديت فاكهه او توت البلو بيري، توت العلاق. بلو بيري متساقط الاوراق زي ما انتم حضراتكم شايفين، مجرد عصيان. توت الازرق يا جماعه بيبدا يخرج خارج اوراق في شهر 3. الزهور بتاعته بتفتح في نفس الموعد. ما ناخد زي دي كده يا باشمهندس دلوقتي ننقلها امتى بقى؟ تتنقل حالا، احنا دلوقتي في انشيره يا استاذ احمد، هو ده شهر الزراعه. طب لو انا ما عنديش خبره وحضرتك عايزك تيجي تزرعها لي عند السطح او في الارض؟ مستعدين لزراعه اسطح وزراعه اراضي. الاستاذ اللي ورا الكاميرا اللي بيصور هو اللي مشرف على الزراعه. باشمهندس محمد طبعا، باشمهندس حطيه معانا، هو اللي صورنا دلوقتي. ف اهلا بحضرتك. اوبشن تاني اهوت ان ممكن المشتل يجيب لك الزرع لما اللي عندك، ولو عندك شوالي بتاعتك جاهزه يزرع لك، بس وما عندكش هو كمان ممكن يوصل لك التراب وشربه والاثار كمان ويزرع. نكمل عشان ما نطولش على المشاهدين. دي سبوتا شوكولاته زي ما حضراتكم قلنا، دي سبوتا كازميرو بيضة من جوه زي القشطة. دي شوكولاتة نوتيلا يا استاذ احمد. ممكن نفتح وناكل بالمعلقة. يا سلام.
شوفوا يا جماعه، شوفوا الوصفه يا جماعه، يعني شيء زي شو. طبعا عارفين حضراتكم، عارفين كلكم النوتيلا وعيش الاولاد لها والكبار قبل الاولاد، وبيحبوا النوتيلا قد ايه. دي بقى سبوته او فاكهه جواها شوكولاته، ناكلها بالمعلقه. والنوع اللي معانا بقى الجديد ده اللي في الاثار ده ما نعرفش ده، اناناس استوائي صنف كينوا اس اس. اناناس استوائي يعني اناناس زي بتاعنا كده كانتالوب، ولا اناناس شكله ايه؟ المميز في الصنف ده يا استاذ احمد، لا اناناس من اللي احنا بناكله العادي اللي نفسه، لا الاناناس اللي عليه شوشه من فوق اللي هو الاستوائي، اللي هو بيتحط، اللي هو بيتحط على التورتات والجاتوهات والحاجات دي. الله ينور عليك. ايوه يا جماعه، ده مش الكانتالوب، احنا عندنا اسمه كانتالوب، انما ده الاناناس الاصلي بقى، يعني الاسم الثاني مستعار، مش ده الاسم الثاني. ده الاناناس اللي بتقطع خرط كده وتحط على الجاتوه والتورته والحاجات دي. ده برده من ضمن الشوكولات اللي تجود على الاسطح والبلكونات. شوفوا يا جماعه مزروعه في شاليه فيها كميه تراب، ورينا كده يا باشمهندس محمد، شوف كميه التراب اللي في القصريه قد ايه، والشاليه اهيت، يعني ما فيش كميه تراب، يعني اذا انت لو زرعته في شاليه مليانه تراب بقى، دي مليتها للاخر. بص احمد، ان في شتلات قرب الزومه، بص في شتلات مخلفه خلفتين وثلاثه، ودي تعتبر مكسب للي زرعه. مكسب طبعا، كل واحده بتطلع، تطلع لك واحده تاني. بيسموها عين التنين، اللنجان او عين التنين، فاكهه اللنجان او عين التنين من الاشجار العملاقه لا تقبل لزراعه الاسطح. يعني دي يا جماعه احنا زرعنا لحد دلوقتي في الاسطح واحده بس، ما زرعناش دي الثانيه بقى، البيبينو والاناناس. البيبينو ده كان للسطح، انما السبوته قلنا دي لزراعه ارض مستديمه، عايزه ما ينفعش شوال. ده برضك يا جماعه ما ينفعش في شاليه، للي برضك انا بقول اهو، احنا بنقول عندنا كذا امكانيه، عايز تزرع سطح او عايز تزرع في جنينه قدام بيتك او ارض، ده عايز ارض مستديمه. والنوع اللي فيه ده بيكان، بيكان نوع من انواع المكسرات. بيكان ايوه مكسرات، يعني كمان ازرع في بيتنا يبقى عندنا مكسرات كمان؟ لا بس ده ما نقدرش نزرعه على السطح يا استاذ احمد، برضه ده جذور وتديات، جذور كبيره، ده صنف وده صنف بيكان. الشتلات دي لسه ما جايبينها من لبنان، جاي من لبنان، يعني احنا يا جماعه القديم الراجل بيوفر لنا امكانيات، جايب شتله من لبنان وبيعمل لها اكسار في مصر عشان يدخل منتج جديد للاسواق المصريه، الناس تستمتع بيه وتاكل طعم جديد، نغير بقى الاطعمه اللي احنا عارفينها، عايزين نغير ثقافه. وحتى لو انت عندك ارض وعايز تستثمر في مصدر دخل اعلى ومن الزراعات التقليديه، عنب موز مش عارف ايه، لا متهيألي هامش الربح في المكان ده يبقى اكبر، وهتبقى انت سباق في اي حاجه. ممكن في ناس كتير حضرتك بتشتغل من المكسرات من البندق اللي هو ما بيطرحش ارض مصر. احنا جبنا حاجه جديده اسمها قرب الزينه محمد على بندق الاكاديميه. بندق الاكاديميه. ورونا كده يا باشمهندس محمد. الشتلات ديت منتجه في ارض مصر. يعني ده اتجرب خلاص واتعمل عليه تجارب ان هو ينتج بالفعل في القليوبيه وفي البحيره وفي اكتر من منطقه واكتر من مناخ على ارض مصر. انتج عندنا في اراضينا اهو. ده بندق مكاديميا. بندق المكاديميا. بندق مكاديميا. وده برضك من انواع المكسرات اللي والجاك فروت العملاق لسه تحت التجربه على ارض مصر. الشتا دي بتنتج بعد 7 سنوات للاسف من الزراعه. بس لها عشاقها ومحبينها. جاك فروت. جاك فروت. يا باشمهندس والله احنا يعني بنشوف انواع جديده اول مره على السوق المصريه، ان احنا نشوف ممكن الفواكه ديت. نتكلم عن اللوز. ده لوز؟ ده لوز. ده لوز يا جماعه طبعا عارفها حضراتكم، عارفين يعني كلمه يعني الواحده كله عارفها لوز. هنا بقى الفكره حضراتكم، هنوريكم في اخر المشتل لوز على خوخ. هنا وطعم. اللوز على نيما جارد. نيما جارد. فالشتله بتطلع زي ما انت شايف. الاسامي يا جماعه غريبه، مش الاسامي اللي متعودين عليها، احنا بنقول فواكه استوائيه. المشتل ده متخصص بنسبه 98 99% للنباتات السوائيه، في بعض مدخل اطعمه نباتات من بتاعتنا، بس الاساس بتاعه قائم على النباتات الاستوائيه، بيتعبوا يجيبوها لنا من دول ثانيه عشان ندخل انواع جديده. امال النوع اللي بدا يظهر ده او طلع اوراق دي جديده بقى يا باشمهندس محمد؟ ده ظهر لوز فعلا. ده لوز حضرتك الشتله صغيره عشان الطعمه على حاجه اسمها نيما جارد. نوع معين من الاصول اللي بنزرعها، فبيجيب ظهر مبكر. لو هو مطعوم على خوخ الشتله ممكن توصل لتلاتة واربعة متر ولم تظهر بعد. وده ارض ولا بردك اثاري؟ لا ده ارض برضك. بردك ده ارض بردك يا جماعه، اللي عايز يزرع في ارض قدام بيته او كده يزرع. دي شتلات الكاري اللي متجريه ورا ديت. كاري؟ كاري بتاع المطبخ اللي كله جماعه اللي سيدت. كاري. ده الكاري الاوراق. التوابل قاعد انواع التوابل يعني. شوف ده حضرتك، هو ده الكاري. هو ده الكاري اللي بيستخدموه في المطبخ؟ ده الكاري.
ده بيطحنوه وفي جماعه ورقه بذور الكاري. وادي بذور الكاري وده بذوره كمان اهي اهي. ده كاري ورق وبذر. طبعا الستات البيوت عارفين الكلام ده بقى. شجر طبعا غنيه عن التعريف. المشمش الهندي او البشمله. مشمش هندي او بشمله في ناس بتعشقه في مصر. في كل الشتلات كل الشتلات هنا. يا استاذ احمد قرب الكاميرا كده يا محمد. كل الشتلات هنا فيها طرح. قربت اهي خلاص. كل الشتلات هنا فيها طرح. الموسم بتاعها يعني انت لو حضرتك اخدت من عنده الوقت واشتريته وزرعت يبقى احنا قدامنا لما شهر 5 ناكل بشمله. شجر طارح بالفعل. ناكل في شهر 5 بشمله بقى باذن الله. باذن ان شاء الله. وده ينفع في البراميل عندنا في السطح؟ يجود في برميل من 100 الى 200 لتر. يعني برميل كبير يا جماعه. دي زهره بشمله الباشمهندس محمد بيصورها لكم عشان تشوفوا البشمله عامله ازاي. وانا عن نفسي والله زارع منها واخد من الباشمهندس رامي هنا وزرعه عندي وما شاء الله لا قوه الا بالله. جايب براعم كمان اكتر من الموجوده هنا دي كمان. تصوير سريع لو خدت دراجون فروت كده. هنا عندنا كمتر الايرلي. كمتر ايرلي. ايرلي؟ بعض دي غير اللي عندنا العادي؟ ديت اللي بعض الناس هنا بيسموها لفظا كده بيسموها قله. لان هي جايه بسحبه من تحت. شكل القله اللي بنشرب فيها ميه يا جماعه. هي واخده سحبتها كده. هي هتبدا يعني تطلع حجمها كبير ولا صغير؟ لا هي كمترا زي اي كمترا حجمها تقريبا بتروح من 3 ل 4 متر. وبرضك سطح ولا تمشي سطح ولا بس بالتطويش او التجزيه. يعني انت ممكن تزرع دي في السطح بس تيجي للباشمهندس يدي لك جرعه او تكلمه في التليفون يقول لك طوشها ازاي قزمها ازاي عشان تعيش معاك فترة طويلة تقدر تستفاد منها على السطح وتطرح معاك. نفس الكلام ينطبق على التفاح. على الاصل التفاح طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنقول ان هو خشب بس هو بيبدا يطلع خروجاته الجديده بدايه شهر 3 طلع براعم جديده او في اول امشي اهو كمان اهو. ده تفاح من نوب بتاعنا بقى ولا ده أن... تفاح عنا خد الجميل. ده اللي بيقول عليه خد الجميل اللي هو الاحمر الجميل. أيوة. ده وده ما شاء الله فيه براعم حلوه خالص. هو هيبدا في شهر يعني انت يا جماعه لو خدتوا شوفوا الشتلة دلوقتي طول بالارتفاع ده ما شاء الله ومزروعه في كيس قد ايه؟ الكيس ده مقاسه كام يا باشمهندس؟ 20. شوفوا انتوا هو شتلة وطلع وطلعت خضار جديد وفي كيس 20 فما بالك انت لو نقلتها في برميل 100 لتر ولا حاجه او 60 لتر حتى هتستمر عندك وتلقى كويس جدا. طلع لنا يا باشمهندس. طلع لكم النوادر. النوادر عشان خاطر متابعين استاذ احمد. شوفوا بقى بخصصنا بقى القناه بتاعتنا في ارضنا على سطحنا جايب لنا نادر. ده قليل جدا موجود في ارض مصر. ده الكريز الاوجونيا. كريز اوجونيا. ده الوحيد اللي ممكن يطرح على ارض مصر بسهوله لانه ده كريز يا جماعه. كريز انت تزرع على السطح عندك وتاكل كريز من اللي انت بتشتريه بقد كده. تفصيله صغيره للساده المتابعين. الكريز بيحتاج من 600 ل 1100 ساعه بروده في ارض مصر. وطبعا الكلام ده ما نقدرش نوفره الا في مدينه واحده زي سانت كاترين. انما الكريز ده بيحتاج حوالي 400 ساعه بروده. فكل الكلام ده متوفر في جميع انحاء مصر في الشتاء. يعني الكريز التقليدي بتاعنا مش هينفع في كل الاجواء. ما ينفعش في كل الاجواء. انما ده خلاص جرب ويمكن يزرعه عندنا على سطح الايام في اجواءنا العاديه يمشي عندنا. تمام. يعني انت عايز تاكل كريز او شجره كريز جاهزه في تطرح بعد ايه يا باشمهندس؟ السنة الجاية. يعني انت تاخدها دلوقتي السنة الجاية تاخد في شهر 5 يعني عدى عليها سنة عندك في البيت. اتفضل يا محمد تعالى معانا كده ورينا الدنيا الحلوة اللي عندنا هنا. عندنا المانجا بقى بأنواعها جميع أنواعها زبدية وصديقة وقرص وعويس وعندنا كل أنواع المانجا. وعندنا أندر أنواع المانجا اللي هو الأوستن. مانجا أوستن يا جماعة. بصوا حضراتكم شكل الورقه دي الفواكه اللي احنا عارفينها بقى الاسم اللي احنا عارفينه كل اللي فات جديد علينا. ده المانجا بقى اللي احنا عايزين بس ده اوستن بقى. اوستن الحبايه بتاعته بتجيب تقريبا حوالي كيلو او كيلو وربع. الحبايه الثمره الواحده من كيلو لكيلو وربع. طبعا انا مداري شويه حاجات يا استاذ احمد بس هنكشفها للساده المتابعين. الله عشان خاطر القناه بتاعتنا بقى. نفتح معايا يا استاذ احمد بعد اذنك. تعال تعال يا باشمهندس محمد ورينا كده دي ايه. دي الجوافه السوداء. جوافه سودة اللي انا خدت منها خدت أيوة. منها من الباشمهندس رامي وهنقلها بقى الايام دي بعد ما جوافه سودة داخليا وخارجيا. احنا يعني الثمره نفسها لونها اسود. الثمره داخليا وخارجيا سوداء. ودي زمان لها قيمه غذائيه عاليه. ده يا باشمهندس رامي لا فوائدها ممكن السنه متابعين حضراتكم بقى نبحث عنها في النت ونشوف. امال دي شجره ايه يا باشمهندس ما اتكلمناش عليها؟ ديت المانجا الزبديه.
دي مانجا زبديه. تمام. يعني مانجا من بتاعتنا بس اللي الشكل بتاعها مختلف عن. ايوه. اه بيختلف الورق خالص. في الجنب التاني هنا يا استاذ احمد برضو ما اتكلمناش عليه. عندنا شتلات الجريب فروت. عندنا جريب فروت يا جماعه اللي انتوا الجماعه اللي عايزين ينفع في البيت؟ ينفع يا فندم. ايوه طبعا. يعني ينفع ازرعه في برميل؟ كل اللي اقول عليه في الموالح ده ينفع في برميل. اه. عندنا النادر جدا الليمون الاخطبوط او يد موزة. ليمون اخطبوط. ليمون واخد شكل الاخطبوط يا جماعه. اه ليمون واخد شكل الاخطبوط. نبص لشكل الورقه هنا. بصوا يا جماعه الورقه بتاعته عامله ازاي؟ ونبص لشكل الورقه بتاعت البوملة. اه فيها قلبين يا باشمهندس عامله ازاي؟ في اختلاف تام يا جماعه. سبحان الله. فعندنا بوملي. بصوا يا جماعه الورقه عامله ازاي؟ ورقتين في بعض. ممكن نطبع للساده المشاهدين. طبعا الورقه ده يا جماعه بس عشان احنا في الصقيع الايام دي لسه الدنيا هتبقى خضار والورقه دي اتغير وتبقى خضارة جميل. شوفوا يا جماعه الورقه عامله ازاي؟ منظرها عامل ازاي؟ كان حد رسمها بورقه. هات ورقه الجريب فروت يا محمد. بصوا يا جماعه الورقه. شوفوا الورقه عامله ازاي؟ جريب فروت بوملي ليمون اخطبوط. ليمون اخطبوط. ثلاث ورقات بتوع ثلاث نباتات مختلفين ينفع ازرعهم على السطح عندي. الفرق هنا يا جماعه بس في القلب بس. اه في القلوب. القلوب. كل قلب طبعا محتاجه متخصص. سبحان سبحان يقدر الله. يقدر يفرق بين إبداع. القلوب دي عشان يعرف الاوراق. ابداع والله. نتكلم بقى عندنا الليمون الشهري. عندنا ليمون شهري. يعني ايه شهري بقى يا باشمهندس؟ بيطرح كل شهر بدون توقف. يعني طول السنه عندي ليمون؟ طول السنه عندك ليمون. على السطح؟ على السطح. على السطح يا جماعه عندنا ليمون طول السنه يعني اطلع كل طول السنه كل شهر عندي طرح جديد بزهر جديد وده بقى والله انا زرعه عندي واخد ليمون يا باشمهندس واخد ليميكوات ولا ده ولا التاني؟ لا انت واخد بانشيه يا استاذ. اه واخد بانشيه. ليمون بانشيه فرنساوي اللي هو الاحمر المخطط اللي هو ملون وشكله حلو زي البيض. أيوة. زي البيض بتاع شم النسيم يا جماعه كده ملون طبيعي اللي موجوده في ارض مصر. ليمون بانشيه. وعندنا برضو للساده المتابعين كل حاجه متوفره. عندنا ليمون الكافيار 2 متر ما شاء الله. ده ليمون كافيار. اه هو ليمون كافيار فواكه تقريبا هو اطول مني. ده ايه؟ ليمون كافيار. ده ليمون كافيار. ايوه. وخليكم حريصين يا جماعه مع التاون معاه عشان في ابر. بص ما شاء الله الصنف ده ينفع يزرع في السطح برضه. اه ينفع بس براميل. برميل. عايز برميل كبير. برميل كبير جدا كمان. مش برميل عادي. دي معلومات يا جماعه مهمه خالص. الناس اللي عايزه بقى حاجات على سطحها متنوعه ومختلفه وحاجات متميزه يبقى عندهم حاجات مختلفه عن الناس كلها. دينا اتحنا لحضراتكم وزي ما الباشمهندس بيقول عنده امكانيه ان هو يوصل لك الحاجه لما للبيت ويزرع لك كمان. معانا ناس فنيين متخصصين. باشمهندس محمد معانا ورا الكاميرا هو اللي تعبينه معانا وهو يعني رقم الاستثمارات. اسباني اصفر لاول مره يعتبر يعني في الدلتا قريب جدا وان شاء الله. اللي قدامك دي يا استاذ احمد كاكا. دي كاكا. دي كاكا. تمام. كاكا بناتي فرنساوي. لا دي البناتي مش البلحه. يعني كاكا غير اللي احنا بناكلها دلوقتي. اه بس لا الصنف ده موجود في مصر من زمان مزروع قبل كده. ثمره مختلفه عن النوع اللي احنا بناكله. اه النوع اللي متوفر هنا عندنا احنا البلحه. واللي بدا يطلع ازهار ده ايه ده؟ ده التين الاسباني الاصفر. اصفر؟ اه. دي يا جماعه تين اصفر اصفر مش زي البني اللي احنا بناكله العادي بتاعنا البلدي. تين اسباني اصفر. وفي تالي في اسباني كمان لون تاني؟ في اسباني جنبك. واخد برضك اسباني يا جماعه. على فكره معظم الشتا اللي يا جماعه انا بكلمها لكم هتشوفوها عندي في السطح لما اكشف السطح زي ما انتم حضراتكم شفتوا النباتات الموجوده. شوفوا كل الشتا ده انا واخده من الباشمهندس رامي من هنا. هو كان انت حضرتك يا استاذ احمد كنت واخد التين الاسباني الاحمر الصغير ولسه اللي... عندي فيه ورق وطارح الوقت على فكره والله عندي طارح يا جماعه. يا جماعه حجام 2 متر اهي. اه ما شاء الله لا قوه. وبصوا يا جماعه وروهم بس يا باشمهندس محمد الشجره حلوه ايه ومحطوطه في كيس قد ايه. كيس يا جماعه الشجره اهي اهي وجايبه كيس وهتلاقوا حتى في براعم انا شايف براعم جديده جايه يا باشمهندس. لا هو الاسباني الاصفر يا استاذ احمد مبكر. اه الاحمر وده اهو ما هو خلاص اهو. براعم جديده جايه وكمان ده قرب اكتر منه كمان اهو. هو بدا التين بيبدا في ثلاثه يخرج خروجات. ان شاء الله. عندنا بقى اللوز كنا في اول الفيديو. تعالى يا محمد. كنا في اول الفيديو اتكلمنا عن اللوز اللي على اصل نيما جارد. اللي مطعوم على نيما جارد. لوز. طرح وظهر هناك. هنا ده 3 متر او اكثر. ده جايب لاخر البتاع يا جماعه فوق خالص اهو. السر هنا يا حضرتك. اللوز ده مطعوم على نيما جارد. اللوز اللي بره مطعوم على نيما جارد. نيما جارد.
برضه دي فاكهة. لا ديت اصول بنزرعها زي اصول الليمون لارنجا وفول. يعني بنطعمها عشان نحسن سلالته يعني ويطرح احسن من ده يعني. هيجيب كفاءة افضل من ده؟ احنا دايما الليفتين بنحب نرشح له اللي على فوق. اللي على فوق. الفرام بنحب نرشح له النمجة. مهمة قوي يا جماعة دي يعني عندك الأرض رملية شوية. المطعوم على نيما جارد عشان يمشي معاك كويس اهو. اللي عندك ارض تونيه زي اللي عندنا في الدلتا دي كلها يبقى المطعوم على خوخ هيمشي معاك احسن وهيديك اداء احسن واسمار احسن. اثنين واحد. احنا تحت امر الجميع في اي استشاره او معلومه. يلا. برضه للساده المتابعين بنكلمه استاذ احمد عن البلاك بيري هو ما شاء الله عنده على السطح بقى جميل. للعلم بالشير استاذ احمد زرع في شهر 10 او 11 البلاك بيري. وعندي اظهار بقى دلوقتي الحمد لله جايين بقى وداخلين عليهم. يعني طلعنا صادقين الحمد لله. الحمد لله. لا والله ده ما شاء الله يعني. اللي على شمالي ده شتلات الراس بيري او التوت البري الاحمر. واللي على يميني او فوق تحديدا ده البلاك بيري. ده عشان الناس اللي بتسال بلاك بيري كول شوك. هتلاقيهم البلاك بيري اللي من غير شوك يا محمد وفظاعته. اللي بشوك بقى. اللي بشوك هو عندك اهو. يا جماعه انا قلت يا جماعه السبيتي ثابت اوعى اوعى ده بلاك بيري ورده. بس خدوا بالكم يا جماعه في كميه شوك رهيبه. ده الناس اللي تفضل دي يا جماعه شتله واحده. شتله واحده. اللي عايز يعمل صور ومحدش يعمل يخش عنده ولا يعمل حاجه يعمل منه. شتله واحده مده اكتر من 11 متر تقريبا. انا لاحظت حاجه يا باشمهندس بس ان في عندك كوبايات كده تعالى يا باشمهندس عندك في تركيبات ان شاء الله هنتكلم عنها في بص يا جماعه اول ما تشتغل كنا عملنا حلقه عن الترقيد الباشمهندس بقى عامل الكلام عملي وان شاء الله فيديو جاي باذن الله هنستاذن باشمهندس رامي وباشمهندس محمد يشترك معاهم في عمليات التطعيم والاقصار عملي في المشتل يا جماعه نعمل في المشتل قدامكم ازاي الزرعه بتطلع من وهي برعم ويتحط عليها برعم تاني ويبقى الاقصار ازاي وده نوع من انواع الاقصار اللي هو عامله اللي هو بيسموه الترقيد الثعباني زي ما الباشمهندس رامي بيقول. مظبوط يا استاذ احمد مظبوط. احنا تحت امر جميع المتابعين وان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. استاذ احمد يشرفني بس وانا تحت امر المتابعين والساده وان شاء الله احنا ان شاء الله زي ما الباشمهندس بيقول هنعمل بث مباشر ان شاء الله على المباشر على طول عشان حضراتكم تشوفوا الحاجات اللي بتتعمل في المشتل هنا عملي وتشوفوا ازاي تنقل الشتله عندك في بيتك لو انت ما عندكش خبره تكتسب خبره من الراجل المحترم ده اللي انا والله بشكره فعلا على ان هو كان اول واحد لفت نظر للنباتات ديت وقال لي زرعها عندك في البيت انا زرعت منها وما شاء الله يعني انت حضرتك شفت الفيديوهات سابقه البيبينو وكميه الطرح بتاعه قد ايه وعندي البلاك بيري ما شاء الله نور وهنكشفه بقى الايام الجايه ديت انا كنت عامل عليه حبه فول كده عشان الصقيع هنكشفه وحضرتك هتشوفه نور بنفسك. احنا طبعا ما اتكلمناش يا استاذ احمد عن الباشون الا بقى باشمهندس رامي الا الباشون دي ده حوار تاني. وصلت عندك فين يا استاذ احمد؟ حوار تاني ده يا باشا ما شاء الله لا قوه الا بالله يا جماعه انا كنت واخد الشكل قد ايه كده يعني دلوقتي والله عشان ما يبقاش مبالغه في 7 8 متر جه عندي ما شاء الله من 3 شهور يعني انت شفت حضرتك في فيديو تاني ده ماشي كده ماشي رهيب يعني من انواع الفواكه القويه جدا في البلاد. وللعلم بالشيء ده برضه اسرع نبات للانتاج على ارض مصر وربحيا وماديا للناس اللي عايزه تستثمر. طعمه ايه ده يا باشمهندس؟ هو والله مسميينها ملكه فواكه لان بتجمع اكتر من طعم فاكهه في ثمره واحده. في واحده جواها. هو الثمره عباره عن بذور. انا شايفك حاطط صورتها على مدخل المشتل من جمالها ومن حلاوتها. والمزرعه ان شاء الله في حلقه ثانيه هنصور المزرعه. ان شاء الله. إن شاء احنا يا جماعه في جناح ثاني للمشتل هنا. في نباتات تانية بقى اللي هي في الشمس يعني ان شاء الله هناخد لها حلقة مستقلة او فيديو مستقل تشوفوا فيه النباتات كلها. طبعا في نباتات لسه ما اتكلمناش عليها بس عشان ما يبقاش الفيديو يطول على حضراتكم. وريهم الدراجون فروت يا محمد شتلات الدراجون فروت برضو باشمهندس احمد او استاذ احمد زرع منها. زرع دراجون انا واخد من الباشمهندس رامي دراجون بقى هو بقى كلمنا انت بقى عن انواع اللي عندك دراجون فروت اكتر من نوع في اصناف تلقيح ذاتي في اصناف تلقاح يدوي هو ده سبب فروق الاسعار وبعض التشتت اللي الناس فيه ان في دراجون ب 40 جنيه وفي دراجون ب 100 جنيه والشتله هي الشتله ايه الفرق؟ الفرق يا جماعه ان ده سم وده سم الدراجون فيه اكتر من 153 سم
فهو ده يكسب فلوس. بس عايزين الدراجون بقى تعمل لنا حلقه ليه كامله عشان تقول لنا بقى نرعاه ازاي ونزرعه ازاي وشواليه ازاي. وطبعا دي مش اخر فيديو يا جماعه هنصوره مع الباشمهندس رامي والباشمهندس محمد هنا في مشتلهم ان شاء الله في فيديوهات متكرره، عشان لو احنا حاولنا نحصر كل اللي في المشتل ده صعب جدا نجيبه في لا ده في الجناح الثاني لسه. فان شاء الله هنعمل له فيديوهات متتاليه تتعرفوا على المشتل، وعشان لو حبيتوا تشتروا عنوان المشتل وتليفون استاذ رامي على اليافطه اللي احنا صورناها في مقدمه الفيديو تتواصلوا معاه، واللي انتوا عايزينه هو الراجل مش هيتاخر عليكم ويعمل لكم. بس ان هم جايين من طرفك يا استاذ احمد. على اتمامنا. تسلم يا حبيبي، الله يبارك لك. تعال. ماشي يا جماعه، احنا طبعا احنا ما زلنا بنغادر المشتل او الصوبه، وان شاء الله رب العالمين كده هتشوفوا حتى الجزء ده من بره بدون التصوير فيه بقى النهارده، اللي بس هناخد شكل اللي بس منه كده من بره اهو. لقطه المزرعه جنب. بصوا يا جماعه، دي المشتل اهو الثاني الناحيه الثانيه، هتلاحظوا ان في نباتات اشكال ثانيه خالص، هنخليها لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. انتظروا الفيديو الجاي تشوفوا المنظر الجميل ده. لو انت عايز تعمل حاجه زي ايه عندك كده، ازاي تعمل المنظر الجميل ده؟ صور استاذ احمد واقف هنا اهو. استاذ احمد دي نباتات يا جماعه كمان للي عايز يعمل فيها عنده، ان شاء الله الحاجات دي هتفيده، فنخليها ان شاء الله الفيديو الجاي. دي عصريات يا استاذ احمد، في ناس هاويه الحاجات ديت، ناس صاحب الجمال، شكلها تحفه بصراحه. فطبعا في افكار كمان جمالها اهو، عامل منظر جميل، تزيين وكل حاجه، مدخل عمارة بتاع بيت لبتغى الفيلا احمر يا استاذ احمد. موز احمر يا جماعه، موز احمر، موز صوابع حمراء، غير الموز البلدي اللي ورا اللي هو اللي احنا عارفينه ده، لا موزه حمراء بحالها. بره وجوه يا باشمهندس؟ لا بره بس، القشره الخارجيه اللي بره، انما جوه ريحه فانيليا وهو شبه الموز يعني بالظبط. هو ريحه الفانيليا؟ ايوه. يلا يا جماعه، ده اضافات جديده بنسمعها اول مره في الزرع. نورتنا يا استاذ احمد. اتمنى ان حضراتكم تستمتعوا بالفيديو المفيد ده اللي انا استمتعت عن نفسي فيه، وان شاء الله رب العالمين هنتقابل في فيديو جاي ونصور فيه مره واثنين وثلاثه مع المشتل بتاعنا ده المتميز اللي هو اليافطه بتاعته فوق مع حضراتكم اهي. تليفون باشمهندس رامي، تليفون باشمهندس محمد، اللي حابب يتواصل معاهم ويطلب منهم شكلات، هم معاهم عربيتهم بيوصلوا اللي انت عايزه.